متشبعين بالمبادئ التي أسست من أجلها الجمعية، كما نعبر عن شكرنا لكل من واسانا، وعلى رأسهم جلالة الملك محمد السادس الذي بعث بكلمة تعزية للعائلة. ونحن عائلة كبيرة، ما كانش غير العائلة الصغيرة لعائشة، هناك عائلة كبيرة لعائشة من داخل الجمعية ومن خارجها. يا عائشة شن الله يرحمها فكرت أنها تلقى حل، هي والناس اللي كانوا معها في الفكرة المؤسسة اللي كانت سمي أنا، الناس اللي كانت عندهم الفكرة المؤسسة ديال هاد الأكسيون ديال التضامن النسوي، قالوا شنو ممكن نديرو باش هذيك المرأة ما تخلاش على ولدها وتقد تصور بهذا المفهوم القوت ديالها اليومي وتخلي ولدها وتحضنه. وكان نسا كلهم المغربيات كيعرفوا يطيبوا، غادي نطيبوا وغادي نبيعوا وغادي دونك الكسكس كان هذا الرمز ديال هاد لاكسيون من الجدر ديالها. والكسكس حنا كنعرفوه طبق مغربي من طنجه للقويره، كلشي كيجمع الشمل ديال العائله، والجمعيه كتخدم على جمع الشمل ديال دابور الام ووليدها باش ما تخلاش عليه، ومن بعد الام والاب ديالو، الام بلوتو الطفل والاب ديالو والاسره ديالو، وحتى لما كانش مع الاب ديالو راه تيكون مع الاسره الكبيره اللي هي المغرب، لان كياخذ حقه في هذا الوطن وكيتعطاه هويه وكيكبر في احضان هذا الوطن وكيولي حتى هو كيساهم في الوطن ديالو. دونك الرمزيه اوسي على 810 ديال الكسكس، لان عائشه شنا غادرتنا الله يرحمها وهي عمرها 81 سنه، غادرتنا جسديا ولكن غادي تبقى، ما عرفتش واش هاد الكلمه ماشي قويه، ما هي اللي جاتني، غتبقى خالده بالنضال ديالها بلي ميساج اللي دوزات. ما كاينش شي واحد اللي تلاقاته شاب او شابه رجل او امراه في المغرب ولا خارج المغرب وما خلاتلوش واحد الرساله. اذا الرمزيه اوسي تقول الجمعيه هنا وحنا هنا باش نكملوا الرساله ديالها وباش نناضلوا. هي فتحات عبدت الطريق شويه وفتحات بزاف ديال كاين المكتسبات، ولكن باقي الكثير ديال العمل باش يكونوا مكتسبات اكثر اللي كيستاهلهم كل طفل تزاد على هاد الارض. Aïcha Chana, elle a commencé, et ça c'est le truc le plus fort que j'ai vu aujourd'hui, qu'elle a commencé un travail, elle a vivement travaillé pour les femmes marocaines, pour les femmes dans la région, du monde en fait, parce qu'on est tous liés, mais elle a aussi formé des autres femmes, elle a aussi formé une autre génération, des femmes et des hommes aussi, parce que c'est important pour les hommes d'être féministes aussi, de travailler pour les droits des femmes, pour en fait les droits humaine. Et c'était un grand honneur, une grande fierté pour moi d'être ici aujourd'hui parmi vous, de partager dans cet événement et cet hommage à une grande femme du monde. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فيبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.